بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في جولة جديدة من جولات يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة الجولة مختلفة خالص. إحنا دلوقتي في مول الفلكي في الدور الثاني، عند محل ريتاج. ده محل مفروشات. اللي لفت نظري ان هو النهارده عامل، او من يعني هو تقريبا عامل فتره كبيره جدا، 35 من اول 35 اللي طالع على من اول 50%، صح كده؟ تمام. وفي حاجات عنده جوه هندخل نتفرج، بس يا ريت قبل ما ندخل ونبتدي يا ريت اللايك والاشتراك في القناه. نبتدي على بركه الله، نبتدي على بركه الله. دلوقتي احنا داخلين هنعرف بقى دلوقتي المفارش، العروض الموجوده. هنبتدي دلوقتي مع الأستاذ، هنعرف إيه العروض، إيه الحاجات، عشان برضو لو حد عايز يجيب عروسة بتجهز هدية لعيد الأم. هنشوف دلوقتي أهم العروض، هنشوفها مع بعض. نبتدي بإيه يا أستاذ؟ نبتدي بالبطاطين التركي، عليها خصم كويس أول. أول حاجة البطاطين التركي يا جماعة عليها خصم، اتفضل حضرتك قول لنا عليها. خصم بدل 790 تمام 495، بدل 790 ب 475. بص 95 95 دي يا استاذ كلها تركي، كلها تركي. في منها طبعا، انا عايزه افرجكم بقى من هنا عشان تبقوا شايفين اشكالها. بصوا في منها ساده وفي منها مشجر، في منها ديجرادي الالوان، في منها ديجرادي كمان، كذا لون في بعض، كذا لون في بعض اهي. نازل عليها طبعا تخفيض جامد، وكنا عايزين نعرف الحاجات اللي نازله عليها برده 50% وكده. 50% بالنسبه للبطاطين دي اسباني، الاسباني مش التركي. بقى فين بطاطين الاسباني بقى؟ دي بقى التركي اهي. بص عايزه افرجكم بقى على البطاطين الاسباني. في بقى البطاطين الاسباني نازل عليها عرض 50%، 50% يعني نص الثمن. تمام. هنشوف بقى بعد كده ايه تاني بقى اللي موجود عليه عروض. في برضك الكوفرتايه دي، في منها كذا شكل. بصوا الكوفرتايه دي في منها كذا شكل، وفي منها دي اشكالها. بصوا في منها على زي كاروهات كده، وفي منها على في منها على مشجر. العرض اللي نازل عليها بدل 590 390. سامعين السعر؟ بدل 590 نازله 200 جنيه تقريبا كده. اهي دي برده من ضمن العروض. في ايه تاني بقى؟ حضرتك ديت في دي ايه؟ بدل كوفرت برده ومعاها طقم ملايه برده زي اللي فاتت. تمام. بدل 990 790. بدل 970 790. تمام. دي برده كوفرت اهي بايه؟ بطقم السرير بتاعها. انا عايزه افرجكم، ولسه بقى في حاجات تانية كمان هنشوفها. ايه تاني؟ شوف حضرتك الفوط التركي. دي بقى فوط تركي اهي، فوط العرايس بقى المطرزه. بتبدا من اول الفوط التركي، بتبدا من اول 275 تمام لحد 620. تمام. يعني الاسعار يا جماعه متفاوته وموجوده، كل الاسعار موجوده. انا عايزه افرجكم على اشكالها. بصوا دي برده اهي كمان شكل تاني اهو، اشكالها بقى دي. دي فوط التواليت بردك عليها خصم بردك 120. اي علبه من فوط التواليت ب 120 عليها برده خصم. ودي اهي فوط برده العرايس اهي. بص التطريزات والحاجات، حاجات بصراحه المحل يفتح النفس والله. في كمان اهي اشكال اهي، دي برضه بيت الاشكال بتاعتها. في مفارش الصوف ده من ساعتها. تمام. بصوا دي مناظرها اهي والوانها. بصوا الالوان كلها اللي هي الالوان التركي الحلوه دي اللي طالعه، او الالوان النيود اهي. بصوا في تحت كمان يعني اشكال على كافه الاذواق بصراحه، زي ما انت عايزه الالوان اللي انت عايزاها. في اهي كمان كل دي موديلات فوط، وزي ما قلنا الرينج اللي الاستاذ قال عليه علشان اللي يجي يبقى عارف الرينج اللي ايه اللي هياخده. تمام اهي. وفي كمان الوان ثانيه اهي، دي الوانها. فوق في اللي بيحب الالوان الغامقه، بيحب الالوان الفاتحه، زي ما انتم عايزين. تمام. هنشوف برده حاجات ثانيه للعرايس، شغل عرايس بقى. ده ايه يا استاذ اللي حضرتك كنت عايز توريه لنا؟ حضرتك بصي الدواسات دي. دي دواسات ايه؟ دي دواسات حمام. حمام. بصوا بقى الاشكال بقى طالعه بتاعت العرايس بقى، ربنا يفرح البنات كلها يا رب. بصوا اشكالها، دي ثلاث قطع. بصوا في منها قطعتين بس، انا عندي الثلاث قطع. لا عند حضرتك ثلاث قطع. دي بكام يا استاذ؟ ديت بعد الخصم ب 590. ب 590 دي دواسات حمام. تمام. دي باحثين عن الشياكه بقى. دي بردك الشكل ده برده نفس السعر؟ ده ب 600. ده ب 600 اهي. في منها كلها ثلاث قطع اللي انا شايفاه دلوقتي، ثلاث قطع. الوان كتيره مثلا زي. طب ممكن بقى حضرتك اي حد من متابعي القناه تعمل لنا بقى برده اوفر ان شاء الله باذن الله. قولوا له بس احنا تبع يوميات اسره بسيطه اهو.
في برضو دي شكل تاني. وكل دي يا جماعه دواسات، حاجات بقى العرايس بقى الجميله بقى، الوان زي ما انتم عايزين، في على غامق كل الالوان، كل الالوان، وفي موف كمان متعلق كمان اسود، وفي الاسود بتاعه، وفي الاسود، وفي الزيتي، وفي الزيتي، كل الالوان. تمام، ده بالنسبه للدواسات. كده برضك عرض كويس قوي. تمام. بصوا بقى ده ايه، عباره عن ايه؟ ده طقم 16 قطعه. ده طقم 16 قطعه عباره عن 12 فوطه نيش، 12 مفرش نيش. تمام، بصوا شكله كده، 60 في 60. تمام، مفرش كده كبير، ده بتاع السفره بقى، متر في متر. طقم رنر كده اهو كبير للبوفيه. تمام، ده للبوفيه. بص كده نفس الشكل ده، بصوا الرسومات اللي عليه، بصوا الشكل، هو شيفون ومطرز، كله مطرز. ده بكام يا استاذ؟ دوت بعد الخصم بيعمل 590. ده بعد الخصم ب 590، طبعا كان اغلى من كده قبل الخصم. ده شكل اهو، نشوف شكل تاني. الشكل فيه النهارده موديل الرنولات الكامل ده، عباره عن خمس قطع رنولات. خمس قطع رنولات. رنر الكبير للسفره، رنر للبوفيه. تمام. رنر للانتريه. رنر ده يعني مفرش يعني؟ رنر. تمام، ومعاه اتنين كمان صغيرين نفس الشكل، ممكن تلفزيونات اركان، او لو مفيش تلفزيونات اركان للدواسه، ايوه، الكوميدينات بتاعت اوضه النوم. ده 16 قطعه برده. ده خمس قطع، ده خمس قطع بس. ده بكام؟ دوت ب 495. 495. تمام، في اشكال ثانيه؟ في اشكال ثانيه، في اشكال كتير طبعا. في اشكال منه كتير على فكره، انا عايزه افرج العرايس علشان العروسه بقى اللي بتدور وكده، مول الفلكي يعني، مش بعيد كده. 16 قطعه ده، 16 قطعه بنفس السعر اللي احنا قلنا عليه الاولاني. تمام اهو، ده بصوا شكله بقى، ده اوراجانزا كده كده. في برده الشكل ده، ده ابيض، في ابيض وفي بيج وفي على اوف وايت، كل الالوان. وفي على سيمون اهو كمان. في ده كده ب 290، ده ب 200... 16 قطعه، 16 قطعه ب 290، عباره بقى عن مفرش 12 نيش وواحد واثنين مربعين، وواحد مستطيل، وواحد متر في متر كبير. ده حلو برده، سعره كويس ولونه جميل قوي. في ايه تاني بقى؟ بصوا لسه بقى، هنشوف بقى حاجات اهو. طقم بردك ده على ستان. ده خامه اسمها مخمل. مخمل مشهور كده اهو بالفرنس، دانتيل من على التروف بتاعه الكبير. عايزين نعرف برده الموديلات بتاعت المحل هنا برده تركي. تمام، عشان تركي كده اسباني، والملايات بقى هنخش على الملايات، لسه هنخش دلوقتي على الملايات بقى وهنشوفها. تمام، احنا اتفرجنا برضو على ده. ايه ده بقى؟ ده بورنوس بقى للعرايس. في منه رجالي وفي منه حريمي. تمام، ده معمول عليه خصم 290. ده 290 حريمي ورجالي. تمام، ده باكستاني. تمام، بلد المنشا باكستاني. هنشوف بقى برضك المفرش ده مفرش بس واحد. ده بكام؟ ده ب 170. ده ب 170. تمام، ندخل على الملايات بقى، ولا في مفارش للسفره؟ في مفارش كتير للسفره، في مثلا مفرش زي ده كده. بصوا بقى مفارش السفره ب 470. ده ب 470 يعني في طقم كده اهو كامل ب 610. ب 610. تمام، انتوا بقى هتيجوا بقى وتشوفوا في حاجات كده برضك عندي. بصوا مفارش السفره هي يا جماعه جديده برضك كده، قطيفه مخمل برضو اللي بيقولوا عليه. تمام، كده مش برده بالفرنس دانتيل كده زي ما حضرتك شايفه، شايفين كده اهو الداير والقلب متفرغ نفس الشكل. ده معمول عليه خصم 675. بعد الخصم 675 بس. بصوا الشغل كله شغل، في الوان كتير على فكره، في الواناته على فكره، بدل ما حضرتك لازم نوديها كده حضرتك. بصوا دي الواناته كشمير اهي، واحنا قلنا في الاول اوف وايت اهو، وفي منه كافيه، وفي منه كافيه، وفي منه البادي روز الغامق، وفي البادي الايه، البادي روز الغامق، البادي روز. تمام، ودي برضك البطاطين المر الاسباني، في كل الموديلات، وزي ما قلنا البطاطين الاسباني نازل عليها خصم 50%. في طقم اللحاف ده برضك، ده اطفالي ده ولا ايه؟ ده اطفال، اتنين مع بعض بطقمين ملايه، وش بطانيه ووش قطن 100%. ده كام يا استاذ؟ دوت معمول عليه خصم 390. 390. تمام، نخش بقى على الملايات، ملايات العرايس بقى. احنا شفنا المحل فيه يعني حاجات جميله واشكال جميله جدا، وكل الحاجات اللي هنا في متناول الناس، في متناول اي حد يعني، اتمنها برده واسعارها مختلفه وتتوافق مع كل يعني الاذواق. وبالنسبه لل شركه استيراد في الاساس، هم اصلا شركه استيراد يا جماعه، كل الحاجات دي مستورده، بياخدوا من اول ايد. تمام، هنشوف دلوقتي بقى الملايات مع الاستاذ باذن الله، ونشوف اسعارها مع حضراتكم. بس يلا بقى اضغطي دلوقتي اللايك بقى تمام، والاشتراك في القناه، وهنكمل الجوله باذن الله. دلوقتي هنشوف اطقم السرير اهو، ده اطقم سرير معانا اهو. اطقم السرير ده قطن 100%. ده قطن 100%. بركال.
بصوا بقى عايزه اوريكم بقى الشكل. بركال ده اسم الخامه، الخامه اسمها بركال، من انواع القطن القايم المصري. تمام. بصوا يا جماعه الشكل عامل ازاي، ده عليه شيفون كده الخدادية دي، وعلى فكره المقاس بتاعه كمان كبير 240 في 260. تمام. بتبقى مقاسات صغيره، بس احنا طبعا ما بنشتغلش في المقاسات الصغيره، المقاسات الكبيره. كل دي بقى الحمد لله. حضرتك بقى ده مثلا نازل عليه برده خصم او كده؟ ده نازل عليه خصم بدل 475. تمام. 375 يعني نازل 100 جنيه اهو بحالهم. وعلى فكره في الوانه، مش هو مش الاوف وايت بس، ده في منه الوان. في بقى ده شكل تاني. ده موديل تاني اهو، موديل تاني كده اهو، برده قطن 100%. ومشغول بالجبير التركي، بيبقوا لونين مع بعض، بيبقوا لونين في بعض ماتشين كده مع بعض. تمام. ده كده اهو معمول عليه نفس السعر، نفس سعر برده اللي هو التاني اللي فيه حته مشجره. ده في بقى ايه تاني؟ حاجات تانيه في برده زي الموديل ده، في موديلات تانيه برده هنشوفها. مطرزات خليجيه، بصوا بقى ده حاجه اسمها مطرزات خليجيه، ده شكلها، بس احنا عايزين نشوفها كده ايه التطريز شكله ازاي. بصوا بقى، بصي على الفكره، بصي المقاسات بتاعته، ده مقاساته اكبر من العادي كمان. مقاساته اكبر كمان يا جماعه من العادي، في 260. شايفين المقاسات، في منه اشكال كتيره والوان كتير. ده كام قطعه؟ ده كل الملايات خمسه، كل الملايات خمسه كبار، واتنين خداديه والملايه. في بقى محلات بتبقى موفره واخده عاملاها ملايه ومخده واتنين خداديه، بيبقوا شايلين قطعه. أيوه. والناس الزبون ما بيعرفوش. ايوه حضرتك، الله يبارك لك، قول لهم علشان برضو الناس ايه لما تيجي تشتري ما تنخدعش برضو. بص كده حضرتك، بص الله، ده شكله رقيق قوي. ده بكام ده؟ دوت ب 390. 390 شكله شيك قوي، ودي الوانه بقى. بصوا الالوان كتير، اللون ده جميل قوي، في الوان كتير. كل الموديل اللي انا بوريه لحضرتك في منه كل الالوان، كل الالوان، كل الالوان ما عدا الاسود، ما عدا الاسود. بص كده حضرتك الموديل ده، بصوا ده مبيتي، ده يشبه الدرابيه شويه كده. ده بص حضرتك بتاعت زمان، ده ساتانا كريستال. جبير تركي 30 سنتي. تمام. قطن 100%. خمس قطع. وده شكله، ده شكله، بصوا شكله بقى لو مفروض على السرير بقى بيبقى عامل ازاي. والمقاس برده، هي خلي بالهم من المقاس، مترين. بصوا المقاس، بص المقاس كام؟ مترين و50 في 270. تمام. و2 مخده و2 خداديه، ركزوا في النقطه دي قوي، ركزوا في الحته دي عشان ما فيش حد يضحك عليكم وياخد منكم قطعه كده. ايه يعني لازم تاخدوا بالكم، لازم تاخدوا بالكم كويس. ربنا يبارك لك يا استاذ. في بردك موديل زي ده، في هنشوف دلوقتي موديل تاني كمان. دي بقى حاجه تانيه، دي بقى حاجه تانيه. بصوا بقى شكله، ده برضو نازل عليه خصم، نازل عليه خصم برضو. ده اللون الكشمير بقى اللي العرايس بتحبه. بصوا الالوان اللي انا ملاحظاها ان معظم الالوان اللي هي الفاتحه دي اللي هي التركي، الالوان الشياكه دلوقتي. في برضو الطقم ده، في الطقم اهو ده على ده بيج، ده طقم اسمه فرزاتشي، جميل جدا. فرزاتشي جدا جدا. في الفرش بتاعه كمان شيك قوي. برضو كلهم نازل عليهم خصم، كلهم عليهم خصم. ودوت برضك نفس المقاس، مقاس الكبير. نفس المقاس. وخمس قطع مش اربعه. ولازم نعرف برضو ان الخامه حلوه جدا، ونعرف ان خمس قطع، مفيش حاجه اسمها اربع قطع. مفيش حاجه اسمها اربع قطع عشان محدش يضحك عليك. المقاس 240 في 260، اقل من كده يبقى حاجه ثانيه خالص. تمام. ادي النصايح دي الاستاذ قالها لنا برضو، هو خبره برضو في الحاجه دي، واحنا متشكرين لحضرتك بصراحه، ربنا يبارك لك. طقم زي ده كده برضه، فيها هنشوف تاني. بصوا طقم تاني برضه، شكل تاني خليجية. بصوا كل الحاجات دي احنا بنفرجها لكم عشان لما تيجوا تبقوا عارفين انتوا جايين تجيبوا ايه. تمام. ده برضه نازل عليه برضه خصم، كل الحاجات دي احنا عاملين خصم الايام دي لحد عيد الام، لحد عيد الام. يا جماعه برضه متابعين يوميات اسره بسيطه، اليوم خصم خاص عند الاستاذ ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا كده خدنا كده حضرتك كبير. بصوا بقى طقم العرايس بقى، ده بشاكير تشكيل كبير. ايوه. فوطه، فوطه كبيره. تمام. فوطتين كبار وبشكير، بكام؟ يبقى ثلاث قطع. تمام. ده ب 425. 425. واعمل بقى، ونعمل خصم تاني. ايوه باذن الله، متشكرين لحضرتك. بصوا المنظر بقى، هفرجكم بقى على الفرش. بص يا جماعه دي بقى مفارش صيفي، دي للعرايس برده، دي اهي. تمام. هفرجكم بقى على اخر حاجه بقى، بديل الدرابيه دي مفارش. اتفضل حضرتك. دي بديل الدرابيه، دي اشيك واوفر، وفي نفس الوقت تستخدمها على عروسها كتير، وفي نفس الوقت بيبقى مكانها صغير في التخزين. لان هي مش واخده مساحه. دي بكام برضو استاذ؟ ديت معمول عليها خصم، ديت ب 1125. تمام. اخر بقى، في مفاجاه اخر الفيديو على فكره، الاستاذ هنا قال لنا عليها. في الطقم ده برضك، بص الطقم ده تركي، ده ايه ده؟ عباره عن ايه ده؟ دي بطانيه ومعاها طقم ملايه، وبتستخدميها مفرش. تمام. مقوله كده بالكبير كده المكرر. بص الوانها بقى، الالوان الفاتحه بقى الحلوه، في منها الوان ياما مش كده؟ وفي منها، بص اللون ده، وفي شوف لون تاني اهو منها.
اهو بصوا اللون ده برضو اوف وايت ده ولا ايه؟ لا ده كافيه. اه كافيه فاتح قوي. مشغوله كده بصي برضك بالفرنس دانتيه. تمام. ايه المفاجاه بقى؟ عايزين نعرف المفاجاه. في حاجه مسكين في اهو. في برضك كذا نوع من المدلكات. وطبعا الدرابيات بقى في منها كذا نوع اهي، وبصوا المفروش على السرير. واحنا كده عملنا الجوله تمام اهو لحضراتكم. لسه المفاجاه برضك. لسه بقى المفاجاه. كده بصي ده الحاف. الحاف مفرش. ده الحاف مفرش. حفر ليزر كده. حفر ليزر. تمام. كله كده اهو مشغول. في منه كذا رسمه وكذا لون. ده الديل بتاعه اهو. تمام. في كده بردك حضرتك. مفارش الصيفي. دي مفارش الصيفي اهي. تمام. في بردك البطاطين التركي ديت بردك. التركي اللي هي الحفر واللي هي العادية دي. الحفر الليزر اللي تحت واللي فوق ديت الرسومات السريالي. تمام تمام. في كده بردك الدرابيات. الدرابيات اللي هي مرسومة دي عليها اللي تحت. اللي تحت الذهبي دي. الذهبي دي التركي دي برضو. في منها ثلاث الوان، اللون الكافيه واللون الذهبي واللون الاوف وايت. تمام. طقم ملايه وكفر لحاف ستان، في منه كل الاشكال وكل الالوان. تمام تمام. جوله جميله جدا. وده كده برضك طقم الفوط. بصوا الفوط بقى واشكالها بقى وجمالها اللي احنا شفناها جوه. حاجه اخر روعه. نقول بقى المفاجاه. المفاجاه بقى يا جماعه طقم السفره التركي ده. ايوه اتفضل حضرتك قول. مقاسه كبير ده بيج سايز اهو. مترين و مترين و20. مترين و20 الطول. متر و70. في متر و70 عرض. في منه الوان. في منه كل الالوان. ومعمول عليه خصم بدل 290. ل 190. بدل 190 نازل 100. ده كبير تركي. ده كبير تركي. هي دي المفاجأة اللي هي للمتابعين القناة. ولسه لما تيجوا بإذن الله في مفاجآت تانية. يا رب الجولة وإن شاء الله خصم خاص. ونشكر الأستاذ جدا ونشكر على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا. ربنا يبارك لك يا رب. نتمنى منكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.